الذكاء الاصطناعي سورا يفجر الانترنت بمقاطعه، ولعبة فورتنايت تتوقف في دولة الجزائر بشكل غريب، روبوت منزلي جديد لكن شكله مرعب. حياكم الله مرة أخرى في سلسلة آخر الأخبار التقنية. في هذه السلسلة نتكلم عن آخر ما طرأ من أخبار تقنية مهمة في هذا الشهر أو في الشهر الماضي، يعني لأنه إحنا الآن في الشهر اللي بعده. مو شرط أخبار مهمة، يعني أخبار غريبة تعجبني وإلى آخره. وهذه هي أخبار شهر أكتوبر لعام 2025. فاشترك في القناة إذا تحب المحتوى التقني، ونبدأ على طول بأول خبر معانا. على بداية الشهر أطلقت OpenAI موديل جديد من الذكاء الاصطناعي سورا. سورا هو ذكاء اصطناعي يصنع مقاطع فيديو، تمام؟ وكان معروف وكان اي احد يقدر يكتشف انه هذا ذكاء اصطناعي او لا، يعني ما كانت جودته مره عاليه، هو كانت جودته اسطوريه مقارنه بالمودلز الموجوده، لكن مع النسخه الثانيه صار الموضوع خارق. نزل اوبن اي اي النسخه الثانيه في بدايه الشهر والوضع صار يخوف، مقاطع مطابقه للواقع بشكل دقيق، تقدر تشوف اشخاص تعرفهم وحرفيا صعب مره تعرف انه اي. يا رجل انا جاني مقطع للوجن بول او اتوقع اخوه وهو يحط مكياج، واستغربت متى هذا صار خربان لهذه الدرجة، لكن اكتشفت بعد فترة طويلة انه كان المقطع AI. متخيلين يا جماعة هذا ذكاء اصطناعي؟ بعدين صارت تطلع لي مقاطع اكثر، واكيد طلعت لكم انتو، ولولا وجود علامة الذكاء الاصطناعي عليها ولا شبه مستحيل تفرق اذا هي حقيقية او لا. يعني بالله شوفوا هذا المقطع وقولوا لي هل هذا ذكاء اصطناعي او لا. لا مو عشان قاعدين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي نضحك عليكم، هذا حقيقي واحنا حطينا عليه الشعار عشان نخدعكم. امزح، ترى هذا الذكاء الاصطناعي من جد. طبعا بعدها طلعت سالفه عن كيف المفروض نتعامل مع شيء زي كذا، كيف نتعامل مع التزوير وخطوره الذكاء الاصطناعي هذا على الاشخاص. يعني انتم شفتوا بنفسكم الموضوع مره خطير، وفوقها الموديل لما نزل للكل، تقدر انت تدخل وتقدم على زي قائمه الانتظار، وبعدها تقدر تستخدمه بكل بساطه، وتطبيقهم صار الاول في متجر ابل ستور وقت نزوله، فتعرف ايش الوضع يعني. لكن الله يعين، نشوف ايش يصير في المستقبل، واذا جربته قول لنا تحت في الكومنتات. وكيف يكون في حلقة أخبار وما نذكر إيلون ماسك ومصايبه؟ في خبر صار في 3 أكتوبر، عائلة رفعت قضية على شركة تسلا بسبب تصميم أبوابهم. يقول لك إنه بنتهم اللي عمرها 19 سنة كانت تسوق سيارة سايبر تراك، هذه السيارة أكيد تعرفوها، وأثناء قيادتها اصطدمت بشجرة وكان الحادث يعني أليم وقوي، وبعد ما صدمت في الشجرة بدأت البطارية إنها تنحرق، فالحادث سبب إنه الأبواب الأوتوماتيكية اللي تنفتح بنفسها تعطلت، والركاب اللي جوا ما قدروا يخرجوا من السيارة بعد الحادث، ويب كان في نار وهم ما قدروا يخرجوا فانحرقوا بالداخل. يعني عائلة الضحية تقول انه بنتهم نجت من الحادث، يعني نجت من الاصطدام، لكنه بسبب تصميم ابواب السيارة انحبست داخل السيارة وفارقت الحياة بسبب الدخان والنيران. واذا ما كنت تعرف، عشان تفتح باب سيارة تسلا بشكل ميكانيكي وليس كهربائي، لازم تشيل بطانة الباب وتسحب شيء كذا زي الرافعة عشان ينفك الباب، وهذا الشيء ابدا مو سهل. يعني انت في حادث ولازم تسوي هذا كله، ايش فيه؟ طبعا في نفس وقت السالفة هذه ايلون ماسك صار اول شخص في العالم توصل ثروته ل 500 مليار دولار. فجر هنا وخذ فلوس من هنا. ويندوز 10 رسميا انتهى. اعلنت مايكروسوفت عن توقف دعم ويندوز 10 او ويندوز 10 يوم 14 اكتوبر. ما في تحديثات جديده، ما في دعم فني والى اخره. يعني رسميا تم قتل ويندوز جديد، ومايكروسوفت قاعده تحفز المستخدمين انهم ينتقلوا الى ويندوز 11. لكن الغريب انه في نسبه من المستخدمين رجعوا لويندوز 7. اي نعم، ويندوز 7 اللي توقف دعمه من 5 سنوات يمكن. طبعا البيانات هذه موجوده من شركه تسوي احصائيات للاسواق، وممكن تكون مو دقيقه مره، لكن هذا يعطينا فكره عن ايش صاير في السوق، وبالذات انه نسبة مرة كبيرة من الاجهزة حول العالم باقي تستخدم ويندوز 10. فما ادري ايش بيصير، هل انتم حدثتوا الويندوز 11 او باقي عندكم خطط غريبة؟ يعني انا سمعت ناس كثير حولوا لينكس او جربوا نظام لينكس، فممكن هذا احد الاختيارات الموجودة، قولوا لنا تحت في الكومنتات. ومن الويندوز ننتقل الى انه في يوم عادي انفجر الانترنت كله. في عطل صار في AWS او امازون ويب سيرفيسز، خدمات امازون السحابية، واذا ما تعرف ايش هي شوف هذا المقطع تكلمنا عنه في القناة. لكن بشكل مختصر AWS تشغل تقريبا ثلث الانترنت في العالم، سواء كان من استضافات المواقع، إدارة البيانات، أو البنية التحتية للتطبيقات. ثلث الإنترنت في الكوكب. فشيء زي كذا لما تحصل فيه مشاكل زي ما صار في هذا الشهر، شركات كثير وكبيرة توقف، نتفليكس، تويتش، شوبيفاي، ريديت، سناب شات، فورتنايت وكثير غيرها، فكر فيها يشغلوا ثلث الإنترنت يا رجل. والمشكلة حصلت بسبب إنه كان في مشكلة في نظام الدي إن إس الخاص بخدمة معينة في أحد المناطق، واللي بسببه صارت مشكلة بعده ومشكلة بعده ومشكلة، وهكذا يعني اللي يسموه الدومينو إفكت، اللي هي القطعة ذيك اللي تصقع الأولى وكلها تطيح ورا بعض. طبعا هذا الحدث ادى الى خسائر كبيره لشركه امازون، لانه طبعا كثير شركات طالبوهم بتعويضات عن الموضوع هذا. تخيل انت فجاه خدمتك توقف، اكيد بتخسر مره كثير. وعلى سالفه التوقفات، فورتنايت توقفت في الجزائر بشكل غريب، هذا كذا يمكن اغرب خبر سمعته. اللاعبين ما قدروا يلعبوا اللعبه لاكثر من اسبوعين ولا حد عارف ليش، الى ما طلع الرئيس التنفيذي حق فورتنايت تيم سويني ورد على تغريده لاعب يسال فيها هل في احد عنده تواصل مع اتصالات الجزائر او لا، قاعدين يحاولوا يتواصلوا معاهم بس ما حد يرد. طبعا المشكله طلعت بسيطه، وفي بعض
بعض اللاعبين كانوا يقدروا يدخلوا ويلعبوا بفي بي ان، لكنهم حلوا المشكله ورجعت اللعبه تشتغل بشكل ممتاز. بس مره الموضوع يضحك، طلب في تويتر انه يتواصل مع احد لانه مو قادر. وتحيه لاهلنا اللي في الجزائر، اللي من الجزائر يكتب لنا تحت في الكومنتات. على 24 اكتوبر اوبن اي اي كشفت عن اطلس. اطلس هو متصفح ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، يعني نفس متصفح كروم مثلا او فايرفوكس، لكنه مجهز بذكاء اصطناعي متكامل. والفكره منه انه يجمع بين التصفح والبحث وتنفيذ المهام بالذكاء الاصطناعي. مثلا شات جي بي تي يقدر يقرا صفحات الويب بشكل مباشر، يلخصها، يتخذ قرارات معينه على حسب اللي انت تعطيه اياه، مثلا يحجز رحله ويستخرج بيانات وهكذا. خلينا نقول مساعد شخصي رقمي معاك في وقت التصفح. نزلت الشركه النسخه الاولى حصريا على ماك او اس فقط، وقالوا انهم باقي شغالين على اصدار ويندوز. شوفوا انا سمعت كلام انه يعني الخبراء يقولوا هذا اللي راح يغير مستقبل البحث على الانترنت بشكل كامل، يعني خلاص هو بيكون طريقه البحث الجديده المستقبليه، انه يكون معك ذكاء اصطناعي اثناء البحث يساعدك في عمليه البحث. واتوقع انه يب هذا اللي راح يصير، ممكن مو من اطلس نفسه، لكن فكره انه يكون معك ذكاء اصطناعي في المتصفح هي اللي غالبا راح تصير، لانه مفيد. وحتى ترى الان موجود في جوجل، لو تبحث عن اي شيء راح يطلع لك جيميناي ويسوي لك زي الملخص كذا اللي يطلع في بدايه الصفحه، فاصلا قدنا بدينا فيها يعني من قبل. فايش يشوفوا، هل جربتوا اطلس؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. على نهايه الشهر اعلنت شركه اكس 1 او 1 اكس عن روبوتهم البشري الجديد، واللي اسمه نيو. فكرته انه روبوت مساعد، يعني يسوي امور المنزل من تنظيف وترتيب، يقدر يسقي الزرع مثلا او يغسل الصحون والى اخره. وبعد العرض اللي عرضوه فيه نزلوا انه متاح للطلب الان. ايوه الان تقدر تشتريه على طول وراح يسوي لك كل هذه الاشياء. بس الموضوع ما طلع زي كذا. اول شيء الطلب طلع بري اوردر، يعني طلب مسبق، تقدر تدفع $500 كاشتراك شهري او تدفع $20,000 بشكل مباشر، ويعني تدخل في الليسته ويصير لك برايورتي او اولويه عليا يعني. طيب متى راح يجيك ان شاء الله؟ انا دفعت الان، جاهز. يبدا توصيله في امريكا بدايه 2026، يعني في وقت ما في 2026، ممكن يجيك 2030 الله اعلم، بس راح يبدا من 2026. بس الفكره مو في التوقيت عادي، يعني الفكره في انه الروبوت هذا ما هو حقيقي. اول ما تشوف انت العرض تتوقع انه في ذكاء اصطناعي يفهم ويتعلم ومدري ايش ويسوي روتين، لكن حرفيا هذا شخص قاعد يتحكم بالروبوت فقط في مهمتين فقط يسويها بشكل تلقائي، اللي هي انه يشيل منك كوب ويوديه او يفك الباب، لكن كل شيء باقي 100% منه شخص عن بعد قاعد يسويه، ويقدر يشوف الكاميرا كمان، يعني سلم لي على الخصوصيه. غالبا الشركه تتوقع انه الناس يشتروا الروبوتات وبعدين حبه حبه يتعلموا عشان يصيروا زي اللي وعدوا فيه، نفس ما سوت تسلا مع نظام القياده الذاتي، خلت الناس يفعلوه في البيتا فقط عشان يجمعوا معلومات، ومع الوقت تطور وقدر يسوق لحاله. لكن انك تنزل شيء زي كذا الان وتبيع الحلم حقه فقط حركه وسخه جدا. اصلا ما اعرف مين يشتري شيء زي كذا ويتوقع انه من جد بيسهل حياته، لسه مطورين عشان يصير الشيء هذا من جد مفيد. لكن من يوصل لها اشترك في القناه واستفيد من الشيء المفيد من جد واضغط لايك. واللي يقول انه احمد اخبارك خربانه ولا كذب، كل المصادر اللي استخدمناها في صنع المقطع موجوده تحت في الوصف، تقدر تشيك عليها، وفي كل مقطع اخبار طبعا. نشوفكم ان شاء الله في اخبار شهر نوفمبر، ومع السلامه.